بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحديث 13 الذي يقول أخرج الإمام البخاري أو أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده المتصل عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثلاث خصال، ثلاث صفات من صفات المؤمن الحقيقي. أول هذه الخصال أن يتكلم كلاما مفيدا أو يسكت، أن يتكلم كلاما به فائدة ويسكت، لأنه صدق أول من قال: رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. ممكن كلمة واحدة تؤدي إلى فتنة واقتتال، والإنسان أحيانا يقولها بدون قصد، فلابد أن نعمل كنترول على ألسنتنا، لأن كلمة واحدة تؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها. ومن كان بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. صبايا، الجار ولو جار لابد من احترام الجار مهما كان هذا الجار، والجار السيء يؤدي إلى رحيل الجار من مكانه لأنه سيء. ونحن مطلوب منا أن نبحث عن الجار قبل الدار. من هو الجار هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذاني فقد آذى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من آذاني فقد آذى الله، ومن حاربني فقد حارب الله. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي الجار يرث جاره. في عندنا مشكلة يا صبايا، مش عارف أنا من وين جايبينها عامة الناس. هل من بعض المشايخ الجهال الذي لا علاقة لهم إلا بالخراريف العواجيز يقولون الجار لسابع جار؟ هذا الكلام ويقول قال صل ويسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا علاقة للنبي به لا من قريب ولا من بعيد. لا يوجد في السنة شيء اسمه الجار لسابع جار على الإطلاق، وإنما الموارد في السنة كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الجار كل من سمع النداء فهو جارك. وعائشة قالت: 40 دارا من كل جانب، مش 47، الجار لأربعين جار. والرأي الثالث: كل من صلى معك صلاة الصبح فهو جار لك. والجيران يا صبايا ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق هو الجار المشرك، له عليك حق الجوار. الذي له حقان الجار المسلم. الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى ثنتان صدقة وصلة رحم. كيف الصدقة على ذي الرحم؟ أبو حنيفة
رحمه الله له جار مشرك، وطول الليل بغني له ترانيم معينة، ويقال اللي بيشتغل فيه في النهار بيشرب فيه في الليل. فأبو حنيفة ثلاثة أيام ما سمعش صوت ترانيم جار المشرك، فسأل عنه وين جار المشرك، لم أسمع صوته إلا ثلاثة أيام. قالوا حبست الحكومة، فذهب للحكومة فسأل لماذا انحبس، قال لأنه سكير. فذهب للحكومة فالحكومة وقفت، هذا الإمام أبو حنيفة النعمان، فقال إلي جار أنتوا حبستوه، فجئت أتكفل جاري اللي محبوس. فعندما نظر الجار المشرك في أبي حنيفة انبهر، أنت جئت يا إمام، أشرب مي عشان فالرجل المشرك استغرب، أنت جئت يا إمام تخرجني من السجن؟ قال نعم. ألست أنت بجاري؟ فقال له انتظر. ذهب اغتسل وجاء الإمام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله، ودخل في الإسلام. هذا الإسلام، هي سمحت الإسلام، مش طول الليل ما عرفش أنام، أكيد لأخي المسلم ما ينفعش، والله ما ينفع، والله ما ينفع. هذا هي سمحت الدين، هي سمحت الإسلام. الناس بيقولوا لك اليوم في ممنوع تكلم المسيحي، خير إن شاء الله، ممنوع تقول للمسيحي كل عام وانت طيب، خير إن شاء الله. ليش إن شاء الله وانت عندك أخلاق أكثر منه؟ لا، نقول له كل عام وانت طيب، في عيده نقول له كل عيد عام وانت طيب برضه. الناس ماسك الدين بالمشقلب. المشكلة تاعتنا من بعض مشايخنا وبعض الناس، واحد ماشي لقى جريدة، قرأ الجريدة، الجريدة فيها فتوى دينية، اعتقد انه صار شيء، خلاص صار يفتي للناس، صار يفتي. الدين سهل، وقال صلى الله عليه وسلم ما شاد الدين احد الا غلبه، الدين بيغلب اي انسان. والثالثة ما كان له اليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة مظهر من مظاهر الرجولة والكرم والسخاء، لابد الإنسان يكون كريم، يكون معطاء، لأنه الكرم شيء زائد، وفرق شاسع بين الكريم والبخيل. والحج يقول من كان يؤمن إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى فعليه أن يكرم الضيف، لأن الضيافة كما قلت تعتبر مظهر من مظاهر الرجولة. الآن صبايا، ما معنى أو ما المراد بقوله من كانوا بالله واليوم الآخر؟ أي من كانوا بالله إيمانا كاملا فعليه أن يفعل الخصال الثلاثة الموجودة. من كانوا بالله واليوم الآخر، أي من كانوا بالله واليوم الآخر فعليه أن يفعل الخصال الثلاثة الموجودة. لماذا قال فليؤمن ولم يقل فليسلم؟ لأن الإيمان أرقى درجة من الإسلام. قال يؤمن ولم يقل يسلم لأن الإيمان أرقى درجة من الإسلام. لماذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر؟ إشارة إلى المبدأ والمعاد، يوم أن خلقنا الله ويوم أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا سمي يوم القيامة باليوم الآخر؟ لأنه آخر أيام الدنيا. لماذا كرر قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ لماذا كرر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذان والإشعار بأن كل واحدة منفصلة عن الأخرى، للإشعار والإذان بأن كل واحدة منفصلة عن الأخرى، كل واحدة مستقلة. وعكد يا صبايا تجدوا في الحديث في السنن والصحاح هذا الحديث
ثلاث أحاديث منقسمة، الوحيد الذي جمعها الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم هو الوحيد اللي جمع هذه الأحاديث بالثلاث أشياء. لماذا ذكر الخير والصمت؟ فليكن خيرا أو ليصمت، لأن الإنسان كثيرا ما يخوض في الباطل. ذكر الخير والصمت لأن الإنسان كثيرا ما يخوض في الباطل. حقيقة الصمت إيش؟ حقيقة الصمت السكوت مع القدرة على الكلام، أنا سأتكلم لكن للمصلحة العامة سأسكت. حقيقة الصمت السكوت مع القدرة على الكلام. ماذا تفيد الله في قوله فليصمت؟ تفيد الطلب أو الأمر، يعني ما تتكلمش ما دام في مضرة، لا تحكي لا تتكلم. فليقل خيرا أي كلاما يثاب عليه، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معنى الجار يا شبايا؟ الجار المجاور الملاصق. معنى الجار المجاور أو الملاصق. لماذا خص الجار؟ لأن عامة الإيذاء لا تقع إلا من الجار. قول فلان بيت سرق، لم يستطيع إنسان يسرق الإنسان إلا جاره، أو إنسان براقب المكان. خص الجار ليش؟ لأنه عامة الإيذاء لا تقع إلا من الجار. لماذا قال فليكرم جاره ولم يقل يكف أذى عن جاره؟ لأن الكرم والإحسان شيء زائد عن كف الشر ومنع الأذى. لماذا قال فليكرم جاره ولم يقل يكف أذى عن جاره؟ لأن الكرم والإحسان شيء زائد عن كف الشر ومنع الأذى. كما قلنا علماءنا الأفاضل اختلفوا في حق الجوار، أو كما قلنا علي بن أبي طالب قال كل من سمع النداء هو جارك، عائشة قالت 40 ضال من كل جانب، الرأي الثالث كل من صلى معك صلاة الصبح فهو جارك. ما هو حق الجار على الجار؟ حق الجار على الجار احنا بنعمل نقيض، او البعض الناس يعمل نقيض ما قاله صلى الله عليه وسلم. حق الجار على الجار ان استغرضك اقرضته، وان استعانك اعنته، وان اصابه خير هنيه، ان اصابته مصيبه عزيه. لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح، والحديث طويل، وإن اشتريت فاكهة فهدي له منها، وإن لم تستطع فادخلها سرا لأولادك. إحنا اليوم بالنقيض، بعض النسوة عندما أزواجهم يشترون الفاكهة يعملون صفرة على باب البيت، بتدخل الولد تأكل فاكهة على باب البيت. ليش؟ قال حتى تقول للناس إحنا نأكل فاكهة، حتى تغيظ سلفتها. ما ينفعش، لا، إن استغرضك أقرضته، وإن استعانك عنده، وإن مرض عدته، وإن أصابه خير هني. طب أنا الآن الشيء اللي بزعل، اليوم جاري عنده فرح وأنا بيتي في عزة وإحنا ملاصقين لبعض، الأدب مطلوب، الحياة مطلوب، الأخلاق مطلوبة، افرح يا سيدي، بس مش مع العزة. بيت تاد عزة والبيت المجاور مقابله مباشرة عزة فرح، مش راكبة على بعضها يا سيدي. استأجر صالة، ابعد، خذ ابعد شارعين ثلاثة وافرح زي ما انت عايز، بس كناحية أدبية احترم الجار. الفرح لحظاته وتنتهي، وتتم الحصرة في القلوب. هذا اللي زوج عمل فرح بوفاة أخي أو أبي يوم فرحه، ما ينفعش، بتتم حصرة، بتتم حصرة. ابتعد شوية، اعمل ما يحلو لك. لا نقول لك ما تفرحش، عم افرح، بس مش معقول اليوم عزاء وفرح في آن واحد في مكان واحد وجيران، لا ما ينفعش اطلاقا، ما ينفعش. ما المرض بالضيف؟ الضيف القادم، ويقع على القليل ويقع على الكثير. لماذا قال فليكرم ضيفه؟ لأن الضيافة تعتبر مظهر من مظاهر الرجولة، ولها عميق الأثر في توثيق الصلة بين الناس. علمان يا صبايا اختلفوا فيما يقدم للضيف، هل يقدم للضيف ما اعتاد أهل البيت أكله، أم يزداد بالبر والإلطاف عن عائلة أهل البيت؟ اليوم أجاني ضيف، هل
أقدم له ما اعتاد أهل يأكلوا أم أزداد في اليوم الأول عن عادة أهل البيت؟ الرأي الراجح أنه في اليوم الأول يزداد بالبر والإلطاف عن عادة أهل البيت، واليوم الثاني والثالث من البيت. طيب إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قال كلمة صعبة. ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، والضيافة 3 أيام. إيش قال النبي وراها؟ وفما زاد فهو صدقة. فما زاد عن 3 أيام هي صدقة. شو مصعب؟ لما يجيني الضيف أكله صدقة، صدقة زكاة. طيب لماذا قال صلى الله عليه وسلم فما زاد عن 3 أيام يعتبر صدقة؟ مين عارفة؟ تفضلي. لا، لأن فما زاد فهو صدقة. لماذا قال النبي صدقة؟ لأنه كثيرا ما يتأفف على مواد الناس الأغنياء وليس الفقراء، لأن الذي يذهب وبعمل حاله صاحب بيت الأغنياء وليس زجر للأغنياء. الفقير إذا ما جاء لبيتك وشربتي فنجان قهوة بيطلع يقول فيك شعر برا، الرجل احترمني قعدني جاب لي فنجان قهوة. الغني ايش اللي جابه؟ كلهم 10 جواز زغليل و15 كيلو لحمة، وتاني يوم جاب مش عارف جمبري. ايش اللي سواه؟ 1000 دينار 2000 دينار. ايش اللي سواه؟ يأكل وينكر. قال صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجب على كل مسلم، والضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة. فما زاد فهو صدقة، لأنه قال صدقة لأن كثيرا ما يتردد على موائد الناس الأغنياء وليس الفقراء. عمره ما يجي فقير ويرمي جسته عليك إلا الغني. لا بالعكس، الغني بيجي بيقول لك أنا اليوم أكلوني 1 2 3، له جدول. بكرة تاني يوم غدوني 1 2 3، بعمل لك جدول بده أسبوع أسبوعين 3. حقيقة الواحد بيزعل، هذه بتحصل كثير لما حجاجنا المحترمين يطلعوا يحجوا، بقعد عند قرايبه ابن عمه ابن خاله بالأسبوع بال10 أيام بنسى نفسه. والبعض الآخر بتباهى، والله ذبحوا لي 20 خروف 17 خروف. ليش انت رايح للعباد ورايح للعوازيم؟ ليش رايح انت؟ ليش رايح وشطارة تسيب العبادة والمكان الناس وتسكن عند جيرانك وإخوانك وصحابك بدل اليوم تقعد 10؟ لا يا سيدي، كل ما أكلت منهم فهو صدقة. وكذلك لما يطلع بس، يعني كان أمور كثير نعاني منها ونحن طلبة في مصر، كان ينزل على مصر ينزل عندنا بالأسبوعين والثلاثة والشهر واسمه ضيف. أنت طالب هو طالب واسمه ضيف عليك، مش قادر تطرديه. حقيقة هذه أمور مش من فراغ. قال صلى الله عليه وسلم فما زاد عن 3 فهو صدقة. فما زاد فهو صدقة. العلماء كذلك اختلفوا في الضيافة، هل هي على أهل البوادي ولا على أهل الحضر؟ الإمام الشافعي قال على 2 على السواء. رأي تاني قال لك لا، هي الضيافة للبوادي وليس للحضر. ليش مش على الحضر؟ قال لأنه ابن المدينة بيعرف الأسواق والفنادق يروح لها، أما ابن البادية لا يعرف. الرأي الثالث الأمام، الرأي الثالث المالك، الرأي الثالث والذي تستريح له النفس. اختلف العلماء في الضيافة، هل هي على أهل الحضر ولا على أهل البوادي؟ خلاف. الإمام الشافعي قال هي على أهل على البادية والحضر على السواء، هما 2 مع بعض. الإمام مالك قال الضيافة فقط على أهل البادية وليس على ابن المدينة. لماذا يا إمام؟ قال لأنه ابن المدينة
يعرف الأسواق والفنادق. لكن الرأي الثالث اللي احنا رجحناه في كتابنا والذي تستريح إليه النفس، الوضع يختلف باختلاف حال النازل والمنزول والوضع العام للبيت وحال الضيف. مش معقول اليوم أنا أعيش في غرفة واحدة وأحط فيها ضيف، ما في وين أحطهم، ما عندي، هم أوضة وصالة اللي عندي. فالوضع يختلف باختلاف حال النازل والمنزول. طيب ماذا يجب على الضيف من سلوك؟ أول شيء يجب على الضيف أن يكون خفيف الظل، خفيف السؤال. أول شيء على الضيف أن يكون خفيف الظل، خفيف السؤال، لطيف الطلب، محافظا على آداب الضيافة، مراعيا حرمة المنزل الذي يضيفه، فلا يحل أن يطيل الإقامة حتى يحرج صاحب المنزل ويوقعه في الإثم. يعني بعض الضيوف بيذهب للضيف، ضيف بيذهب لضيفه، بيقعد بدل الساعة 3 ساعات، وممكن يقعد 4، يفطر ويتغدى ويتعشى بالمرة. هذا ما الضيف، هذا ظل ثقيل ويتدخل في شؤون البيت. وانصح له أكثر يتدخل، ليش هذي لابس كده وليش لابس كده؟ لا، أن يكون خفيف السؤال، خفيف الطلب، لا يطول الجلوس لكي لا يوقع أهل البيت محظور، لأنه طولت حيتكلم عليك بالغيبة وينموك. يلا دخلنا في الغيبة والنميمة، سبب ثقل ظل الضيف. إيه سبب الحديث هذا يا صبايا؟ سبب ورود الحديث إنسان إله جار، والجار آذى جاره، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله آذاني جاري. النبي قال له: اصبر. عاد في المرة الثانية قال: يا رسول الله آذاني جاري. فقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر. وجاء في المرة الثالثة قال: يا رسول الله آذاني جاري. فقال له صلى الله عليه وسلم: إلق متاعك في السكة في الشارع، فيأتي لك الناس ويسألونك فتحق عليه اللعنة. يأتي الناس بيسألوك إيش اللي صار لك، الله يلعنه، هذا بئس جاره، فتحق عليه اللعنة. سبب ورد الحديث لأنه الراجل بئس جاره مرة واثنين وثلاثة. طبعا مآسي، مآسي بين الجار والجار، مآسي. كيف الجار بتفنن في إزاء جاره، كيف قيادات الشعب الفلسطيني بتفننوا في إزاء الشعب تاعهم. أول مرة أشوف حكومات كره الشعب، أول مرة حكومات كره شعبها. طب ما تروح، ما دام احنا مش بتحبوناش روحوا سبونا بندبر حالنا. أول مرة أشوف قيادات لا تحب شعبها، وهم قيادة شعب فلسطيني طبعا، ماليش بغيره، قياداتنا لا تحبنا ولا بتحب شعبنا كله بالآخر. بدليل أقول لك ألف سبب وسبب، أخف الأسباب المدارس 3 فترات معي هذه، والمدرسين مش ملاقين شغل، البطالة القاتلة، الأمراض المتفشية، الوظائف مزاجية، 100 سبب وسبب تجدي. اللهم صل على الله. كيف فهم السلف حسن الجوار؟ قال الإمام حسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى. الإمام حسن البصري قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. شوف الإمام حسن البصري ماذا قال يا صبايا: ليس حسن الجوار كف الأذى،
ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وقال ابن رجب الحنبلي أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى، أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. وأما أحمد بن حنبل قال يجب على الجار أن يبذل لجاره ما يحتاج، على الجار أن يبذل لجاره ما يحتاج، ما يحتاجش إليه ولا ضرر له في بذله، ولا ضرر أي يصيبه إن إذا ما بذل لجاره أي راحة نفسية. طيب هل ينتفي الإيمان عمن فقد إكرام الضيف والجار وحفظ اللسان؟ هل ينتفي الإيمان عمن فقد إكرام الضيف والجار وحفظ اللسان؟ لا ينتفي الإيمان، وإنما إيمانه بيكون ناقص، وإنما المبالغة والحث على الالتزام بها. لا ينتفي الإيمان عمن فقد هذه الأشياء الثلاثة، وإنما عليه الحث والعمل على الالتزام بهذه الثلاث أشياء. بتم آخر نقطة عندنا في الحديث صبايا، ما يؤخذ من هذا الحديث. الحديث القادم سنتكلم إن شاء الله عن حديث الحسد، والحسد لا يقل أهمية عن السحر. حقيقة الحسد وضع يعني حقد في حقد في حقد، بدل واحد ما يحسد إنسان يغبط صاحبه. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمناها لنفسه أو لم يتمناها، أهم شيء النعمة تزول عن جاره أو عن أخوه. حسد نتكلم عن المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.